غادي نعاود على واحد القصه حقيقيه طرات وفيها واحد العبره، داكشي علاش بغيتكم تركزوا مزيان في القصه اللي غادي نعاود. القصه كتعاود على واحد السيد كانت كتعجبو واحد بنت خالته، ولكن كتعجبو من بعيد، ما عمره ما صراحه بهاد القضيه هادي، وكان ديما كيقول امو بلي باغي ياخذها وهادي وهادي وهادي، ولكن هو ما كانش عنده لو كوراج حيت ما كانش خدام بزاف ديال الحوايج. ايوا شنو غادي طرات بنت خالته غادي يتزوج غيبقى فيه الحال، ولكن غيبقى ديما عنده واحد الامل انه واحد النهار غادي يتزوج بنت خالته. ايوا دازو الاعوام، دازو عامين 3 سنين، طلقات فرح السيد. فديك الساعه مشى عند امو وقال لها دابا ما كراش نتزوج بهاد بنت خالتي وهادي وهادي، سيد ولي مع امو. وداكشي كان نيت، كان هو صافي خدام وهادي وترصا وهادي وهادي وهادي. ايوا مشى دوات لي مع امو قبلات طبيعه الحال، قالت لها الله يا ودي فلقاو احسن من العائله وهادي وهادي وهادي. صافي تكاتبوا وتزوجوا وهادي. فشنو طرا في الدخله؟ في الدخله راك نتوما عارفين شنو كيطرا فيها. فمني سالاو داكشي سولها قال لها واش كنتي كديري هادشي مع راجلك؟ بطبيعة الحال هذا سؤال غبي. قالت لي اه. فديك الساعه السيد ما عرفت جات واحد النوبه ديال العصاب وديال هذا، بدا كيغوت وعلاش وهادي وهادي، حيت هو دابا باينة داش مع شي حوايج لي بزاف، وما بغاش ان هذيك الحوايج اللي دارتو معاه تكون دارتو مع شي واحد قبل منه. المهم هذا واحد الدليغ كيكون عند الراجل واخا ما بلاش، مي بون. فمني طرا مي قالت لي هذا وليت تخاصم وكذا، قال لها شوفي انت طلق نطلق سير عند دار والديك صافي سالينا هنا سالينا. فطلقوا وشنو غيطرا؟ غيدوزو فهمتي، غيدوزو شهور وكذا، خونا غيدخل في الديبريسيون شكي بغاها فغيمون، غادي يقول لمو بغيت نتزوجها وتاهي، فغتجيب لي واحد البنت وهادي وهادي، وبنت زعما مع مرا تزوجات وهادي. ايوا شنو غيطرا هنايا؟ هاديك البنت اللي غيتزوج جديده غادي تخرج منو الزيت العود. هاد البنت غادي تكون اصلا عندها باسي موسخ، كانت كتخرج وهادي، وكانت فهمتي ما كتهداش ما كترصاش فهمتي، عداء من واحد لواحد. فغادي حصلها انها كتخونو وكذا وكذا، وهنا فين شنو غيطرا؟ غادي يندم على ديك بنت خالته اللي خلاها، حيت كانت مع بنت الناس والعائله وهادي وهادي. فا اشنو غادي يدير؟ غيبقى فيه الحال، غيطلق من ديك الثانيه حيت غيحصلها وهادي، وغيبغي يرجع مع بنت خالته، ولكن بنت خالته غترفض. فهنا اش كنستخلصو؟ ما بقاش ان وحده طلقات ولا وحده فهمتي عندها هادي، ما بقاش وحده واش غادي تكون معاك بنت الناس ولا لا، واش وحده اللي في شكل معاك ولا لا. هادشي كنستخلصو من هاد القصه هادي. حاجه اخرى هو انك عمرك تبقى تركز في الباسي ديال الانسان، واخا انا كنقول لكم هاد الهضره بعض المرات ضروري كيبدا يهرب ليك وكيبدا تفكر شي حوايج، راه كانت مع واحد، راه هادي راه هادي، ولكن حاولوا انكم تاليمينيو هاد الفكره من الدماغ ديالكم، حيت بقيتو نتوما مركزين على القضيه ديال انه راه حكا راه كان عندها باس، حكا راه، ولكن هي راه كتزوج راه عادي، راه غتكون دارت شي حوايج مع راجلها، راه مايمكنش، حيت راه زواج، هذا كيتسمى زواج. فنتمنى ان الميساج من هذه القصه هذه يكون وصل لكم، و تنساوش بارطاجيو هذه القصه هذه مع شرانكم وهذه وهذه، وتبارك الله عليكم، الله يعاونكم.